السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين. في بداية الأمر طبعا حابب أشكر كل المتابعين والداعمين لقناة مستر عمرو في الفترة اللي فاتت، في 4 5 شهور اللي فاتت، وطبعا حابب أشكركم على كل التعليقات وكل الدعم اللي كان موجود. في الأول طبعا بدعي ربنا إن ربنا يخلص البلاد من الأزمة الموجودة إن شاء الله، وتخلص على خير وتعدي الأمور إن شاء الله بدون أذى لأي حد بإذن الله. إن شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة هتكلم تحديدا عن اللي قاله وزير التعليم الدكتور طارق شوقي بالنسبة للبحث المطلوب من الصفوف من الصف الثالث الابتدائي لحد الصف الثالث الإعدادي. طبعا سيادة الوزير النهاردة سهل الأمور خالص، وقال إن على يوم الخميس القادم إن شاء الله هينزل مجموعة من الأبحاث، والطالب هيختار منها البحث اللي هو عايز يعمله، هيتعمل بحث واحد في جميع المواد، يعني كل المواد هيبقى عبارة عن بحث واحد فقط. زي ما قلت لحضراتكم كل 5 طلاب ممكن يشتركوا في بحث واحد فقط. طيب على المنصة إن شاء الله الخميس القادم اللي هينزل على المنصة هينزل في لكل فرقة، يعني مثلا سنة تالتة ابتدائية مثلا لوحدها هينزل لهم 5 مشروعات، الطالب أو الطلبة المجموعة اللي احنا قلنا عليهم الخمسة هيختاروا مشروع واحد بس ويشتغلوا عليه، وممكن واحد لوحده يشتغل على مشروع لوحده، دي حاجة تخصه. طيب هنا دور المدرس ودور ولي الأمر هيبقى دور إشرافي فقط، يعني المدرس المادة الموجود في المدرسة وولي الأمر بتاع الطالب هيشرف على البحث، يعني هيبدأ يوجه الطالب. طيب الطالب هيستخدم معلوماته منين؟ عنده الكتاب المدرسي، عنده المنصة الإلكترونية إن شاء الله هسيب الرابط بتاعها في صندوق الوصف، عنده المراجع الموجودة على النت مفيش مشكلة، وده هيتكتب في نهاية البحث، وبالتفصيل إن شاء الله الخميس القادم لما تنزل الموضوعات أنا هبدأ أتكلم عن الإنجليش بالتفصيل وازاي هنشتغل عليه من الصف الثالث للصف الثالث الاعدادي، من ثالثه ابتدائي ان شاء الله لثالثه اعدادي هبدا اشتغل على كل طالب هيعمل ايه، ما نقلقش في موضوع البحث بالنسبه للغه الانجليزيه او لجميع المواد، الموضوع ان شاء الله هيبقى سهل. طيب خليه طالب ما عندوش انترنت، يعني طالب ما عندوش انترنت برضه ما يقلقش خالص، ما فيش مشكله، الخمسه المشتركين مع بعض هيكتبوه، هيختاروا منهم طالب ويتكتب بخط اليد وهيتسلم للمدرسه، والمدرسه هي المسؤوله انها ترفعه على المنصه الالكترونيه. طيب اخر حاجه في الكلام ده او تلخيص الكلام ده كله علشان ما يكونش فيه قلق، الموضوع كله هيتلخص في نقطه واحده بس، ان انت دلوقتي في رابط موجود هيكون ان شاء الله موجود الرابط بتاعه اسفل صندوق الوصف، هتدخل عليه عشان تعرف الكود بتاعك، لو حد عارف الكود بتاعه خلاص انت هيكون معاك الكود، مش مطلوب منك اكتر من كده في المرحله دي لحد يوم الخميس القادم. يوم الخميس لما تنزل موضوعات هبدا اشتغل معاكم ان شاء الله تدريجي هنعمل ايه في موضوع البحث، والبحث ان شاء الله ما فيهوش سقوط زي ما قال السيد الوزير، هيبقى يا اما مقبول يا اما غير مقبول، ما فيهوش اي درجات، هو بس وسيله للعبور من المرحله اللي انت فيها للمرحله اللي بعدها. اتمنى اكون قدرت افيد حضراتكم في الفيديو، انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.